السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرات للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في تمارين 11 جبر على الدرس رقم 11 أو الدرس الخامس في الوحدة الثانية، وده يعتبر الدرس الأخير في فرع الجبر، وهو درس بعض خواص اللوغاريتمات، وده يعتبر بإذن الله برضو الدرس الأخير في فرع الرياضيات البحت. لما نخلص تمارين درس النهاردة اللي هي الاخطر مقالي مستويات عليا اختبار تراكمي زي ما احنا متعودين، يكون خلصنا فرع الرياضة البحتة بالكامل اللي هو الجبر التفاضل حساب المثلثات طبعا، وبرضو خلصنا فرع الاستاتيكا، وفضل لنا درس واحد بس في الهندسة الفراغية اللي هو درس الدايرة. يعني لما نخلص تمارين درس النهاردة فضل لنا درس واحد في المنهج اللي هو درس الدايرة بأمر الله، هننزله ويبقى انتهينا من المنهج بتاعنا زي ما وعدتكم كده قبل نهاية شهر نوفمبر، وهننزل نماذج امتحانات شهر نوفمبر، وهنحل نماذج الامتحانات النهائية، وهنحل من كتاب كمان زيادة عن المعاصر. ما تقلقش، معاك خطة مراجعة نهائية قوية جدا جدا بفضل الله. لو انت أول مرة شفتني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك عشان اول ما ينزل فيديو يجي لك اشعار بيه على طول بامر الله. الدرس الاخير بيتكلم عن بعض خواص اللوغاريتمات، في خواص لوغاريتمات بس الناس هتتعمق فيها قوي في ثالثه ثانوي اللي هم علم الرياضه، هنا هنشتغل على كام خاصيه. طبعا خدنا الدرس اللي فات تعريف الداله اللوغاريتميه وتمثيلها البياني، هنا بقى هنتكلم عن الخواص اللي بحل بقى ببدا احل بيها المعادلات والمسائل الخاصه باللوغاريتمات. درس سهل وبسيط جدا جدا، شرحه موجود في قائمة التشغيل في ساعة ونص تقريبا. صدقني مفيش فكرة في الاخطر او المقالي او المستويات العليا، صدقني كمان مش هتفهمها من فيديو الشرح. انصحك تشوف فيديو الشرح قبل بداية فيديو النهاردة. تعال نسمي بسم الله وخلينا يلا نبتدي. السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لي لوغاريتم 5 للاساس 2 في لوغاريتم 2 للاساس 5، دي خاصية يا باشمهندس؟ ما هو بداها كده بالخواص. كان عندي خاصية بتقول لك ان لوغاريتم س للأساس ص لو ضربته في لوغاريتم ص للأساس س قال لك الناتج بيساوي 1. هو أنت عملت إيه يا باشمهندس؟ أنا بدلت الأساس مكان العدد اللي جوه، يعني هنا كان س الأساس ص بقى العدد اللي جوه ص هنا الأساس س، فقال لك طالما بدلت الأرقام الناتج بواحد، فتلاقي هنا إن 5 والأساس 2 وبعدين بقت 2 والأساس 5، فلما أضربهم في بعض يبقى أكيد الناتج بيساوي 1 اللي هو الاختيار أ. الطريقة التانية ممكن استخدم خاصية تغيير الأساس. إيه هي خاصية تغيير الأساس؟ كنت باخد لوغاريتم معتاد للعدد اللي جوه اللي هو لوغاريتم 5 على لوغاريتم معتاد للأساس اللي هو لوغاريتم 2، يبقى أنا حولت دي بخاصية تغيير الأساس. فيه هنا برضو واخد لوغاريتم معتاد للعدد اللي جوه اللي هو 2 على لوغاريتم معتاد للأساس اللي هو لوغاريتم 5. طبعا لو شلت دي مع دي ودي مع دي برضو الناتج واحد. خلي بالك الخاصية دي جت أصلا من خاصية تغيير الأساس. الطريقة التالتة وأنا مش بحبذها بس أعرفها برضو، أنا ممكن أكتبها من على الآلة الحاسبة. طبعا ده لوغاريتم أساسه 2 والعدد اللي جوه 5، هضربه في لوغاريتم أساسه 5 والعدد اللي جوه 2 وأضغط يساوي، تلاقي فعلا الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 1 يا باشمهندس. خلاص دي كده أول مسألة معانا ومفيش فيها أدنى مشكلة. رقم 2 بيقول لي 1 زائد لوغاريتم 2 بيساوي إيه؟ ركز معايا الوقت يا باشمهندس، انا الاجابات كلها بدلاله اللوغاريتمات تمام، فانا عايز احول الواحد ده للوغاريتم. لو لاحظت ان ده لوغاريتم معتاد اساسه 10، طب ما سهل عادي، الواحد ده انا ممكن احوله لوغاريتم 10. خلي بالك لوغاريتم 10 ده اساسه معتاد، يعني كاني في هنا 10 زائد لوغاريتم معتاد للاثنين، ما خلي بالك كان اساسه هنا 10. فدي بقى خاصيه مهمه جدا جدا، خاصيه الجمع يا باشمهندس. ده لوغاريتم وده لوغاريتم ونفس الاساس اللي هو لوغاريتم معتاد او لوغاريتم 10، فبنقل اللوغاريتم المعتاد. وقال لك عمليه الجمع بتتحول لضرب، يعني هضرب ال10 في الاثنين يبقى بالنسبه لي 20، يبقى الكلام ده هو بيساوي من الخواص لوغاريتم 20 اللي هو بالنسبه لي الاختيار ايه؟ الاختيار ج. طيب الوقت لو انا عايز اعملها بالاله اعملها ازاي؟ بص هكتب 1 زائد لوغاريتم معتاد للاثنين، فتلاقي ان الناتج بتاعك تقريبا بواحد وثلاثة من عشرة. هتجرب الاجابات بقى، يعني هتعمل لوج 5 هتلاقيه بتسعة وستين فغلط، هتعمل لوج 2 هتلاقيه بتلاتة من عشرة فده غلط، هتعمل لوج 20 هتلاقيها واحد وثلاثة من عشرة، يبقى اذا لوج 20 او لوغاريتم 20 هو بالنسبة لي الاجابة ايه؟ الاجابة الصح. طيب رقم 3 بيقول انا عايز منك قيمة المقدار. والله يا باشمهندس انا ممكن احط المقدار ده كله على الآلة تمام؟ تعال نعمل خاصية وبعدين نستخدم الآلة الحاسبة. طالما يا باشمهندس اللوغاريتمات كلها لوغاريتم معتاد وكلها جمع وطرح، يبقى أنا هستخدم خاصية الجمع والطرح. بس أهم حاجة بقى ما أسيبش عدد بره عشان ما يغلطنيش، كلام جميل جدا. فمن خواص اللوغاريتمات إن العدد اللي بره بيجي هنا على الأس،
وهنا العدد اللي بره هيجي هنا على الأس. يعني بالنسبة لي دي هتبقى لوغاريتم معتاد 25 أس 2 زائد آدي لوغاريتم 8 على 15 زائد آدي لوغاريتم 3 والاتنين هتيجي على الأس يبقى 3 أس 2 ناقص لوغاريتم 30، كلها لوغاريتم معتاد فبدأ للوغاريتم المعتاد. اللي إشارته جمع هيبقى ضرب في البسط، مش فاهم حاجة. يعني أنت أول حاجة قابلتك 25 تربيع والمعامل هنا موجب يبقى هتتحط في البسط، في هنا دي موجب يبقى هتتحط في البسط يبقى 8 على 15 بالضرب في دي إشارتها موجب يبقى هحط 3 أس 2 اللي هي بالنسبة لي 9 واكتبها 3 أس 2. الطرح بقى بينزل في المقام، يعني ال 30 دي هتنزل في المقام. طب مثلا كان هنا ناقص لوج 5 أو لو 5 هضرب في المقام في 5 وهكذا. يبقى دي عبارة عن آدي لوغاريتم معتاد وهبدأ أحسب الحسبة اللي جوه دي، تمام؟ آدي 25 تربيع في 8 على ال 15 في 9، الكلام ده على 30 فتطلع معايا 100، يبقى ده لوغاريتم معتاد لل 100. طيب آدي لو وال 100 دي اللي هي 10 أس 2 دي هتنزل من هنا يبقى دي 2 لو 10. خلي بالك ان ده لوغاريتم معتاد اساسه 10، وقلنا لما العدد اللي جوه بيساوي الاساس يبقى الناتج 1. يبقى دي 2 في 1 بكام؟ ب 2. يبقى اذا الاجابه بتاعتي 2 اللي هو الاختيار ايه؟ الاختيار ب، تمام كده؟ طيب تعالى كده نعملها بالاله بقى سريعا نتاكد برضو. ادي 2 لوج 25 زائد لوج 8 على ال 15 زائد 2 لوج 3 ناقص لوج ايه؟ لوج 30. مباشرة الآلة قالت لك الناتج 2، خلاص؟ أنا مش عايز أتعب نفسي بس عشان لو جات لك مقالي يبقى الموضوع سهل معاك. طيب. رقم 4 بيقول لي أي العبارات الآتية صحيحة؟ طيب. بيقول لي لوج 2 ناقص لوج جذر 2 بيساوي لوج جذر 2، تعالى نشوف. دي عملية طرح وده لوغاريتم معتاد، يبقى أنا نفس الأساس يعني. فأنا هاخد لوغاريتم والطرح بيتحول لاسم. العدد الموجب هيبقى 2 ودي هتبقى جذر 2. طيب 2 على جذر 2، انت عارف ان ال 2 جذر 2 في جذر 2؟ طبعا. فانا هشيل دي مع دي ويفضل لك لو جذر 2. يبقى فعلا اول واحده صح، بس هي ظبطت معايا من اول واحده. طيب. هنا بيقول لي لو 1 للاساس 1 بيساوي 0، انت عارف ان لوغاريتم 1 لاي اساس بيساوي 0؟ لا طبعا، قلنا لازم ان العدد اللي تحت ده اهو بينتمي لحاهي الموجبه ما عدا الواحد. يعني لازم ان الاساس بينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه يبقى عدد حقيقي وموجب وما ينفعش يساوي واحد. انت عارف لو جبت الاله وقمت عامل اهو لوج واحد للاساس واحد، الاله هتقول لك ماس ايرور، غلط، ما ينفعش تحسبها لان دي زي الداله الاسيه لما يبقى الاس بتاعي الاساس بتاعي بواحد، خلاص؟ طيب يبقى دي بالنسبه لي طبعا ايه؟ غلط. طب بيقول له لو 7 على 5 بتساوي لو 7 على لو 5، ما يلخبطش، تمام؟ ده لوغاريتم معتاد كان اساسه 10، صح؟ فاحنا عارفين من خاصيه تغيير الاساس، بقول له العدد اللي جوه اللي هو 7 على 5 على لو المقام، المقام هنا اللي هو بالنسبه لي لوغاريتم معتاد الاساس 10 اللي هو لو 10. يبقى انا لما اجي احولها المفروض اكتبها كده، لو 7 على 5 على لو 10 مش لو 7 على لو 5 فما يلخبطكش. طب لو 7 على لو 2 بيساوي لو 5، خلي بالك انت ما عندكش خاصيه للقسمه. طب انا اعرف دي صح ولا لا ازاي؟ خلاص اتاكد منها بالاله الحاسبه. يعني اعمل كده لوج 7 على لوج 2 فهتديك 2.8. طيب اعمل لوج 5 كده هتلاقيه ب 69، فطبعا الطرفين مش متساويين، يبقى دي برضو بالنسبه لي ايه؟ غلط. يبقى فعلا الاختيار ا هو الاختيار ايه؟ الصح. طيب السؤال رقم 5 بيقول لي اذا كان لوغاريتم س ناقص لوغاريتم 2 بيساوي لوغاريتم 4، هنبتدي بقى بالخواص. لوغاريتم معتاد، اللوغاريتم معتاد والاشاره سالب هستخدم خاصيه الطرح، بنقل نفس اللوغاريتم والطرح بيتحول لاسمه، هيبقى هنا س على الاثنين، ما هو اللي قدامه سالب بينزل في المقام. انك اللي الكلام ده بيساوي لوغاريتم 4، لوغاريتم بيساوي لوغاريتم نفس الاساس اهو، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى اذا س على الاثنين بتساوي 4، هضرب مقص يبقى س في 1 ب س و2 في 4 ب 8، يبقى اذا الاختيار بتاعي الصح هو الاختيار ج بتساوي كام؟ بتساوي 8. طيب. رقم 6 نفس الفكرة، يلا لوغاريتم س زائد لوغاريتم 5 بيساوي 2، دي جمع وده لوغاريتم نفس الأساس هستخدم الخواص، أدي لوغاريتم والجمع في اللوغاريتمات بتحول لضرب، يعني هضرب السين في الخمسة يبقى 5 س، الكلام ده بيساوي 2. طبعا ده لوغاريتم معتاد أساسه 10 من الدرس اللي فات بقى، إن ده أس ده بيديك اللي جوه، يعني بالنسبة لي اللي جوه اللي هو 5 س بيساوي 10 أس 2، و10 أس 2 اللي هي 100، ها
هقسم هنا على 5 وهنا على 5، دي هتروح، يبقى اذا السين بتساوي 100 على 5 اللي هي 20. يبقى انا كده وصلت ان قيمه السين ب 20، ويبقى الاختيار ده هو الاختيار ايه الصح معانا بامانه. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 7 بيقول لي 2 له 3 للاساس 5 زائد 3 له 2 للاساس 5. طيب ركز معايا كده، دي خاصيه اللوغاريتمات جمع، بس ما ينفعش يبقى في عدد بره، يبقى انا لازم اخلص من العدد اللي بره ده. طب العدد اللي بره بخلص منه ازاي؟ بينزل على العدد اللي جوه في الاس، وهنا الثلاثه هتنزل هنا في الاس، يعني دي كانها لوغاريتم اساسه 5 ادي 3 والاثنين هتنزل في الاس، زائد ادي لوغاريتم اساسه 5 ادي الاثنين والثلاثه هتنزل في الاس. كلام عظيم جدا. يعني ادي لوغاريتم 3 اس 2 اللي هي 9، يبقى ده لوغاريتم 9 الاساس 5، زائد ادي لوغاريتم 2 اس 3 اللي هي 8 للاساس برضو 5. طبعا ده لوغاريتم 5 ولوغاريتم 5 وجمع، يبقى هتحول للخواص، ادي لوغاريتم 5 والجمع بتحول لضرب، يبقى هضرب ال 9 في ال 8، فال 9 في ال 8 ب 72. يبقى اذا الناتج هو لوغاريتم 72 للاساس 5، يعني بالنسبه لي يا باشمهندس الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. طيب رقم 8 ضرب اللوغاريتمات، وقلنا يا باشمهندس لو انت سمعت حصه الشرح وركزت معايا قلت لك ان ضرب اللوغاريتمات بنسبه 90% بتحول لخاصيه تغيير الاساس، تمام؟ فدي لوغاريتم ا للاساس ب، انا احول كده، يبقى لوغاريتم ا على لوغاريتم ب، خاصيه تغيير الاساس لوغاريتم العدد اللي جوه على لوغاريتم الاساس في، لوغاريتم ب للاساس ج فيبقى لوغاريتم ب على لوغاريتم ج. طب لوغاريتم ج للاساس د يبقى لوغاريتم ج على لوغاريتم د. طب لوغاريتم د للاساس ا يبقى لوغاريتم د على لوغاريتم ا. عيش حياتك، لوغاريتم ا مع لوغاريتم ا، ولوغاريتم ب مع لوغاريتم ب، لوغاريتم ج مع لوغاريتم ج، لوغاريتم د مع لوغاريتم د، هتلاقي المساله ما بقاش فيها حاجه، يبقى اذا الناتج بواحد، يبقى بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. رقم 9 مساله مهمه قوي قوي وجميله، بيقول لي جذر الكلام ده. طيب واحده واحده يا باشمهندس، انا نقلت الجذر اهو، ركز بقى معايا، دي 3 لوغاريتم 4 في 3 اس لوغاريتم 25، ده نفس الاساس اللي هو 3، عند الضرب بنزل الاساس اللي هو 3 وبجمع الاسس، يبقى انا هجمع الاسس هنا اللي هي لوغاريتم 4 زائد لوغاريتم 25 زائد ادي 7 لو 16 للاساس 7، دي خاصيه انا قلتها لك في فيديو الشرح، لما دي 7 ودي 7، يعني دي 7 مرفوعه اللوغاريتم اساسه 7، فقلنا طالما دي شبه دي يبقى اذا الناتج ده اهو اللي هو 16 جت منين يا باشمهندس؟ بعد اذنك انا مش فاهم الخاصيه دي، تعال اقول لك. انت معاك اهو 7 السلو 16 للاساس 7. لو انا قلت ان الناتج بيساوي ص، مش دي داله اسيه؟ تمام. لو عايز احولها للداله اللوغاريتميه يا باشمهندس، مش احنا عارفين ان الناتج بيبقى ده؟ يبقى دي لو 16 للاساس 7. باخد له هنا نفس الاساس اللي هو 7 وهنا الص. مش هي لو جايه لك كده هتقول لي 7 اس ص بيساوي العدد ده؟ مش دي واخدينها من الدرس اللي فات اهي؟ يبقى انا بالنسبه لي سوري عكستها، معذره، 7 اس ده بتساوي العدد اللي جوه، دي خدناها من الدرس اللي فات اهي. لو انا معايا يا باشمهندس لوغاريتم، او تعالى لوغاريتم ص بيساوي لوغاريتم 16 للاساس 7، تمام؟ الوقت يا باشمهندس كنت بعمل ايه؟ كنت بقول ان ده اس ده، يعني 7 اس لوغاريتم 16 للاساس 7 بيساوي اللي جوه اللي هو الص. طب ما هي دي، هي دي اللي انا فرضتها، فالخاصيه دي جت من هنا، تمام؟ تمام قوي. يبقى ده بالنسبه لي ادي الجذر، ركز بقى معايا في اللي جاي، ادي 3 لوغاريتم 4 زائد لوغاريتم 25، ده لوغاريتم معتاد والجمع بتحول لضرب، يعني ده لوغاريتم، وهضرب ال 4 في ال 25 هتبقى 100، زائد احنا قلنا خلاص دي من الخاصيه هتطلع الناتج بكام؟ ب 16، وانا قلت لك من النهايه ده شبه ده، خد الناتج ده 16، تمام قوي. طب لوغاريتم 100 مش اللي هو لوغاريتم 10 اس 2؟ طب ما الاثنين ده هتزحلق بره، يبقى دي 2 لو 10. طب ما ده لوغاريتم معتاد اساسه 10، طالما اللي جوه شبه اللي تحت يبقى اذا دي بواحد، يبقى 2 في 1 ب 2، يبقى اذا دي كانها 3 اس 2، يبقى اصبحت المساله بتاعتي ادي جذر 3 اس 2 اللي هي 9 زائد 16، لوغاريتم 100 طلع ب 2 يبقى 3 اس 2 ب 9، يعني ادي جذر 16 و9 25، وجذر 25 اللي هي 5، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. مساله جميله قوي. طيب
السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 10 بيقول لي 1 على لوغاريتم 30 للاساس 2 زائد 1 لوغاريتم 30 للاساس 3 1 لوغاريتم 30 للاساس 5. هنا هنستخدم خاصية المعكوس الضرب. قلنا اللوغاريتم لما يبقى موجود في المقام انا ممكن اطلعه في البسط، بس بشرط هبدل الاساس بالعدد اللي جوه. يعني دي 30 للاساس 2 يبقى دي لوغاريتم 2 للاساس 30. اللي بعدها نفس الفكره، ادي لوغاريتم هبدل ده بده يبقى ال 3 هتخش جوه وال 30 تنزل في الاساس، زائد برضو ادي لوغاريتم 30 للاساس 5 يبقى ال 5 هتخش جوه وال 30 هتنزل في الاساس. دول كلهم لوغاريتم 30، وجمع يبقى استخدم الخواص فباخد لوغاريتم 30 والجمع بتحول لضرب، يبقى اضرب الاثنين في 3 في ال 5، 2 في 3 في 5. يبقى لي بالنسبه لي لوغاريتم اساسه 30، 2 في 3 ب 6، 6 في 5 ب 30. قلنا لما العدد اللي جوه بيساوي الاساس اذا الناتج 1. قلنا معانا طبعا لوغاريتم 1 للاساس 1، دي ما ننساهاش. يبقى اذا بالاجابه بتاعتي هي 1، ويبقى الاختيار الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار الف يا باشمهندس. خلاص، شغل اللوغاريتمات جميل جدا وممتع جدا جدا، بس محتاج طالب فاهم. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 12 جايب لي جمع وطرح في اللوغاريتمات. خلاص الخاصيه دي يا باشمهندس انا حفظتها، الجمع بتحول لضرب والطرح القسمه. بس اهم حاجه قلت دايما ما نحاولش نسيب عدد بره. يعني مثلا دي هتضايقك الاثنين، فاحنا هنبدا ننزلها هنا في الاس. يعني دي هتبقى كانها لوغاريتم س، الاثنين هتنزل عليها يبقى س اس 2 للاساس الف، زائد لوغاريتم ص للاساس الف ناقص لوغاريتم س في ص للاساس الف. طالما كلهم لوغاريتم ألف فأنا هبدأ أخد لوغاريتم ألف وأشد شرطة كسر. اللي قدامه جمع أو المعامل بتاعه موجب هيبقى في البسط بالضرب، يعني هنا س تربيع. هنا اللي قبلها موجب يبقى في ص. تمام؟ هنا سالب يبقى دي في المقام اللي هي س ص. طبعًا الص هتروح مع الص والس هتروح مع الأس، فهيفضل لك لوغاريتم س للأساس ألف. يبقى إذا إجابة المسألة دي هي لوغاريتم س للأساس ألف، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 12 يا باشمهندس بيقول لي أبسط صورة للمقدار ده. قلنا بنسبة كبيرة جدا 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 يا باشمهندس إن الضرب في اللوغاريتمات بتحول بالخاصية تغيير الأساس، خلاص؟ دي قلناها كتير جدا. طيب دلوقتي أنا عارف إن أنا أقتصر أ مع أ وب مع ب، فأنت ممكن تخلص من الأس ده، يعني تزحلق الأس ده بره فينزل هنا، يبقى دي كأنها 2 لو أ للأساس ب في، هنا برضو 3 هزحلقها بره، يبقى دي كأنها 3 لوغاريتم ب للأساس ج في، آدي لوغاريتم ج للأساس أ. طيب دي 2 في 3 ب 6، فانقل ال 6 بره. لوغاريتم ألف للأساس ب من خاصية تغيير الأساس يبقى لوغاريتم ألف على لوغاريتم ب. طب لوغاريتم ب للأساس ج يبقى لوغاريتم ب على لوغاريتم ج. طب لوغاريتم ج للأساس ألف يبقى لوغاريتم ج على لوغاريتم ألف. طيب لوغاريتم ألف مع لوغاريتم ألف، لوغاريتم ب مع لوغاريتم ب، لوغاريتم ج مع لوغاريتم ج، هيفضل لك 6. يبقى إذا الناتج بتاع المسألة دي ب 6، ويبقى بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار إيه؟ الصح. سؤال رقم 13 بيقول لي لوغاريتم أ تربيع على ب ج. لو أنت ملاحظ هو الإجابات كلها جمع وطرح، يبقى هو استخدم عكس الخاصية. بمعنى هو بيقول لك لوغاريتم أ تربيع على ب ج. طيب أنا عارف إن اللي في البسط هينزل معامله موجب، يعني دي لوغاريتم أ تربيع ناقص لوغاريتم ب ج. مش دي لو جايه لي يا باشمهندس هقوم ناقل اللوغاريتم و ألف تربيع تبقى في البسط و ب ج في المقام. تمام، بس الشكل ده مبدئيا مش موجود في الاجابات. طيب هو 2 لو ألف، 2 لو ألف، 2 لو ألف، وهنا برضو 2 لو ألف، يبقى هو اكيد نزل الاس ده، فانا هنزل برضو الاس ده، يبقى دي عباره عن 2 لو ألف. تاني حاجه ومش سايب الباء مضروبه في ج، ادي السالب عامل مشترك اهو، مفيش فيه مشكله خالص. تمام، فلوغاريتم ب ج اللي انا ممكن اكتبها لوغاريتم ب زائد لوغاريتم ج، صح؟ مش انا عارف ان في الجمع بتحول لضرب بنقل اللوغاريتم واضرب ب في ج. تمام قوي، يبقى دي عباره عن 2 لو الف، السالب هيخش على القوس يبقى سالب لو ب سالب لو ج، يبقى دي 2 لو الف ناقص لو ب ناقص لو ج. هتلاقي الاجابه الصح فين؟ هتلاقي الاجابه الصح هي الاختيار ايه؟ الاختيار ج. طبعا هنا السالب داخل على القوس، اوعى تختارها، لان هنا هيبقى 2 سالب 2 لو ب وهي سالب لو ب بس، يعني بالنسبه لي الاختيار ج فعلا هو الاختيار ايه؟ الصح. سؤال 14 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان س ناقص 2 بتساوي لوغاريتم 3 للاساس 2، فانت عايز منك قيمه الس ب 3 للوغاريتم. اقول له سهله، انا اودي السالب 2 الناحيه الثانيه، يبقى اذا الس تساوي
لوغاريتم 3 للأساس 2 زائد 2. طب الوقت يا باشمهندس الإجابات كلها بدلالة اللوغاريتمات، ممكن أظبط دول وأفكهم وأشوف مين اللي هتساوي دي، بس الأفضل أن أحول دي. بص يا باشمهندس، ده لوغاريتم 2، لو أنا جيت حطيت هنا لوغاريتم 2 للأساس 2 هيحصل حاجة؟ والله ما هيحصل. ليه؟ لأن لوغاريتم 2 للأساس 2 بواحد. طب ليش معنى اخترت لوغاريتم أساسه 2؟ لأن فينا لوغاريتم 2. كلام جميل جدا، وهبدأ أدخل الاتنين دي هنا، يبقى دي بتساوي لوغاريتم 3 للأساس 2 زائد أدي لوب، أدي أساسها 2، واللي قلنا الاتنين لما بتخش بتنزل في الأس، يبقى دي 2 أس 2 بيساوي، يبقى ده لوغاريتم 3 للأساس 2 زائد أدي لوغاريتم أساسه 2، طبعا 2 أس 2 ب4. فده كده لوغاريتم اساسه 2 ودي جمع، خلاص هنقل لوغاريتم اساسه 2، ومن الخواص الجمع بتحول لضرب، يبقى 3 في 4 ب 12. يبقى اذا السين بتساوي لوغاريتم 12 للاساس 2. سؤال برضه لذيذ وجميل جدا، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 15، بيقول لي لوغاريتم 1 على ا للاساس ا ب زائد لوغاريتم 1 على ب للاساس ا ب، نفس الاساس اللي هو ا ب، يبقى انا هنقل لوغاريتم اساسه ا ب، والجمع بتحول لضرب، يبقى دي 1 على أ في 1 على ب، يعني ده هيساوي لوغاريتم أساسه أ ب، 1 في 1 بواحد، وأ في ب بأ ب. طيب 1 على أ ب، مش اللي أنا ممكن أكتبها أ ب أس سالب 1؟ ما أنا عارف إن الأس سالب 1 بيشقلب الكسر، فالأ ب لما شقلبها تبقى 1 على أ ب. طب مش أنا عارف إن اللوغاريتم بيزحلق الأس، فده هيجي هنا، يبقى دي سالب 1 لوغاريتم أ ب للأساس أ ب. طب مش احنا قلنا يا باشمهندس ان طالما دي ا ب ودي ا ب، يبقى بالنسبه لي الناتج واحد، طالما اللي جوه ده هو ده، يبقى دي الناتج واحد، يبقى سالب واحد في واحد سالب واحد، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار الصح. كان هنا لازم يبين ان ا لا تساوي ب لا تساوي واحد، تمام؟ يعني بالنسبه لي الالف بيساوي ب لا يساوي واحد، يعني ما ينفعش الالف والب بواحد، عشان ما يبقاش ده لوغاريتم واحد للاساس واحد، بس مفيش مشكله، انت كده عارف الخاصيه وشغال بيها، مفيش ادنى مشكله. طيب السؤال 16 بيقول لي ايه؟ بيقول لي المقدار 3 لو 2 على لو 4 زائد لو 3 بيكافئ المقدار ايه؟ طيب انت لو ملاحظ هو كله لوغاريتمات، تمام؟ فتعالى كده نبدا نبسط المساله واحده واحده. لو انا الثلاثه دي نزلت على الاس، يبقى دي لو 2 اس 3. طيب لو يا باشمهندس الجمع في اللوغاريتمات بتحول لضرب، يعني هاخد لوغاريتم معتاد واضرب الاربعه في الثلاثه ب 12، يبقى ادي بالنسبه لي لو 2 اس 3 ب 8، الكلام ده على لو ب 12. لما بلاقي قسمه كده بستخدم خاصيه التغيير الاساسي، يعني دي اصلها كان لوغاريتم 8 للاساس 12، مش لو استخدمت خاصيه التغيير الاساسي هقول له 8 على لو 12 اللي هي دي، يبقى انا وصلت ان الناتج لو 8 للاساس 12، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار الصح، برضه مساله سهله وبسيطه. طيب السؤال 17 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان 3 اس س بيساوي 5 فان الس بتساوي ايه؟ طيب دي انا ممكن احلها زي الدرس اللي فات، هي دي 3 اس س بيساوي 5، لان انا عايز احولها لداله لوغاريتميه يا باشمهندس، قلنا باخد اللوغاريتم لنفس الاساس اللي هو 3. الناتج هو العدد اللي جوه، يبقى هنا 5 وهنا الس، لان لما اجي اقول 3 اس س بتساوي اللي جوه اللي هو 5، يعني الس اللي هو عايزها بتساوي لوغاريتم 5 للاساس 3، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. طيب في طريقه بقى عشان هنعتمد عليها في حل الاسئله المقاليه، لما يجي لي 3 اس س الكلام ده بيساوي 5، اقول له باخذ اللوغاريتم للطرفين، فاخد هنا لوغاريتم وهنا لوغاريتم، لوغاريتم معتاد. طيب اللوغاريتم هيطرد الاس، فالسين دي هتنزل هنا، يبقى س لو 3 بيساوي لو 5، هقسم هنا على لوغاريتم 3 وهنا على لوغاريتم 3، طبعا دي هتطير مع دي، فيفضل لك س لوغاريتم 5 على لوغاريتم 3 من خاصيه التغيير الاساسي، يبقى دي لوغاريتم 5 للاساس 3. خلاص خلي بالك الخاصيه دي مهمه جدا جدا، عشان هستخدمها في الاسئله المقاليه، وللاسف اعتقد في الاكتر مش جاي عليها كتير، عشان كده بننبه ان المقالي مهم جدا جدا. طيب رقم 18 بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي. طيب بص يا باشمهندس، دي من الدرس اللي فات، هقول 2 أس اللي بره، يعني 2 أس 5 ناقص الس بيساوي اللي جوه اللي هو 2 أس س ناقص الأربعة، هنا أساس بيساوي أساس، إذا الأس بيساوي الأس، يبقى 5 ناقص الس بيساوي س ناقص الأربعة. طيب السالب س هنجيبها للس، فدي س أهي هيجي لها موجب س، يبقى 2 س،
ونودي السالب 4 هنا، هتيجي ب4 و5 يبقى 9. هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، ده هتروح، يبقى اذا السين بتساوي 9 على الاثنين اللي هي 4.5. يبقى انا كده وصلت ان قيمه السين ب 4.5، يبقى الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 19 بيقول لي مجموعه حل المعادله دي، ركز كده معايا. ده لوغاريتم س للاساس جذر 2، وده لوغاريتم س زائد 1 للاساس جذر 2. طالما ده لوغاريتم جذر 2، لوغاريتم جذر 2 اللي هو الاساس يعني، فالاساس شبه الاساس ودي جمع، هستخدم الخواص، فانا هاخد لوغاريتم اساسه جذر 2 وهضرب دي في دي، فس في س، س تربيع، وس في 1 بموجب س، ما هو الجمع بتحوله ضرب، الكلام ده بيساوي 2. هستخدم الدرس اللي فات ان اللي جوه اللي هو س تربيع زائد س بيساوي ده اس ده، يعني بيساوي جذر 2 الكل اس 2، وجذر 2 اس 2 اللي هي 2. طب تعالى ندخل الاثنين هنا، يبقى انت كده وصلت ان س تربيع موجب س ناقص 2 بيساوي 0. تعالى نبدا نحلل المقدار ده، س تربيع س في س، الاخير سالب، واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 2، الفرق 1، 2 في 1، والكبير شبه اللي في النص، يبقى هنا 2 وهنا ايه؟ 1. من هنا ان الس بتساوي سالب 2، ومن هنا ان الس بتساوي موجب 1. وفي اللوغاريتمات لازم ناخد وقفه، ووقفه مهمه جدا جدا. احنا عارفين طالما في مجهول جوه لازم ان المجهول اللي جوه ده بينتمي لحاء الموجبه بس، انما الاساس حاء الموجبه معادل الواحد، هنا الاساس عدد فمفيش مشكله، يبقى لازم بينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه الموجبه. يبقى انا ممكن لو ذاكر شويه انا هستبعد اي حل في عدد سالب، لان س دي مجهول فما ينفعش اللي جوه يبقى عدد سالب. يبقى انا السالب 2 دي بالنسبه لي مرفوض، يبقى انا هاخد السين بواحد بس، يبقى اذا مجموعه الحل هنا واحد فقط، يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه؟ الصح. في اللوغاريتمات بعد ما بتجيب النواتج وقف وقفه طويله وتاكد من الاجابه. بيقول لي مجموعه حل المعادله دي 2 لو 2 ناقص لو سين بيساوي لو سين زائد 3 ناقص لو 7. طب ركز معايا، الاثنين دي انا هرجعها مكانها هنا، يبقى دي عباره عن لو 2 اس 2 ناقص لو سين هيساوي ده لو ده لو ومنهم طرح، فالطرح بيتحول لاسمه، يبقى ده لو س زائد 3 على 7. طيب 2 اس 2 اللي هي 4، طيب دي كده ب 4، وده طرح برضه هيتحول لاسمه، يبقى دي لو 4 على س بيساوي لو س زائد 3 على 7. لوغاريتم بيساوي لوغاريتم اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى انا وصلت ان ال 4 على س بيساوي س زائد 3 على 7. اضرب مقص س في س بس تربيع، وس في 3 ب 3 س، يساوي 4 في 7 ب 28، دخل لي ال 28، يبقى س تربيع موجب 3 س ناقص ال 28 بيساوي صفر. حلل لي المقدار ده، س تربيع س في س، الاخير سالب، واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 28، الفرق 3، 4 في 7، وكيف شبه اللي في النص، هنا 7 من 4. طبعا من الاولى الس بسالب 7، ومن الثانية إن الس بأربعة. ركز معايا، أنت عندك مجهول في العدد اللي جوه، فالعدد اللي جوه بينتمي لحاء الموجب، يبقى إذا السالب 7 مرفوض، يبقى أنت معاك الأربعة بس. كده كده الإجابات مش جاية فيها عدد سالب، يبقى بالنسبة لي الاختيار ب هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 21 بيقول لي لوغاريتم س للأساس ب زائد لوغاريتم 3 للأساس ب بيساوي لوغاريتم 27 للأساس ب ناقص الواحد. المسألة كلها لوغاريتم ب، مش مضايقك الا الواحد ده، بس مفيش مضايقة بإذن الله. آدي لوغاريتم س للأساس ب زائد لوغاريتم 3 للأساس ب هيساوي لوغاريتم 27 للأساس ب. الواحد ده أنا هكتبه لوغاريتم ب للأساس ب، ما اللي جوه بيشبه اللي تحت، يبقى الناتج واحد. الجمع هنا هيتحول لضرب، يعني آدي لوغاريتم أساسه ب وهضرب الس في 3 يبقى 3 س، وآدي لوغاريتم أساسه ب. الطرح بتحول لقسمه، يبقى دي 27 على الب. لوغاريتم بيساوي لوغاريتم النفس الاساس، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى انا وصلت ان ال 3 س بتساوي 27 على الب. انت عايز ايه؟ انا عايز منك قيمه السين بدلاله الب، سهله خالص، هنا على ال 3 فيها ال 1، على ال 3 فيها ال 9، يبقى اذا السين تساوي 9 على ب، يبقى 9 على ب، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 22 بيقول لي اذا كان لوغاريتم س للاساس 2 بيساوي لوغاريتم 9 للاساس 4. ركز لي بقى في السؤال ده، لان هنحله بطريقتين، طريقه الخاصيه السهله جدا جدا اللي انا قلتها لك في حصه الشرح،
تعالى هقولها لك الاول وهقول لك الطريقه الثانيه المعتاده اللي انت هتسمعها في اي حته بامر الله. بص معايا، ده لوغاريتم س للاساس 2 هيساوي ادي لوغاريتم التسعه دي اللي هي 3 اس 2، والاربعه اللي هي في الاساس دي 2 اس 2. عندك مشكله؟ لا باذن الله. طيب ادي لوغاريتم س للاساس 2 وركز في الخطوه دي. احنا متفقين ان الاس بتطرد بره اللوغاريتم فهيجي هنا ب 2 في، ومتفق معاك ان الاس في الاساس اللي هو الاثنين دي بتيجي هنا برضو بس بتيجي باتنين، قال لك لا بتيجي بمعكوسها الضرب، فالمعكوس الضرب للاثنين اللي هو نص. تمام، هيفضل لك بقى لوغاريتم 3 للاساس 2. طبعا 2 في نص بواحد فدي طارد، هنا لوغاريتم بيساوي لوغاريتم يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى اذا الس بتساوي 3. ايه رايك؟ خلصناها في ثانيه؟ اه دي خاصيه جميله جدا جدا ومش هتسمعها في اي حته الامر لله. تمام، طيب انا دلوقتي يا باشمهندس عايز احل بقى بالعادي، معلش استحملني. اقول لك تمام، انت معاك لوغاريتم س للاساس 2، لوغاريتم 9 على الاساس 4 انا هستخدم خاصيه تغيير الاساس اللي هي تبقى لوغاريتم 9 على لوغاريتم 4. ادي لوغاريتم ال 9 اللي هي 3 اس 2 وال 4 اللي هي 2 اس 2 هيساوي، دي هتطرد بره يبقى دي 2 لو 3، ودي هتطرد بره يبقى دي 2 لو 2، شيل الاثنين مع الاثنين. من خاصية تغيير الأساس لوغاريتم 3 على لوغاريتم 2 اللي هو لوغاريتم 3 للأساس 2. طبعًا برضو لوغاريتم بيساوي لوغاريتم يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه. الخاصيتين سهلين وبساط، بس الخاصية الأولى دي هتريح معاك في الحل بطريقة سهلة جدًا، خصوصًا وأنت بتحل المقالة هتلاقي كذا مسألة على الفكرة دي. خلاص؟ تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك إيه. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال 23. بيقول لي انا عايز منك مجموعه حل المعادله دي. تمام، بيقول لي لوغاريتم س للاساس 2 زائد لوغاريتم س للاساس 4 بيساوي 3، ده اللي انا لسه بكلمك فيه يا باشمهندس. هنا برضو انا ممكن احول الاربعه دي ل 2 اس 2 واخلص مسالتي والموضوع منتهي. تمام، تمام قوي يا باشمهندس، يلا بينا. يلا بينا، دي عباره عن هقول لك برضو الطريقتين، ادي لوغاريتم س للاساس 2 زائد ادي لوغاريتم س والاربعه اللي في الاساس دي اللي هي 2 اس 2. ايه الكلام ده بيساوي 3؟ اتفقت معاك ان الاس اللي في الاساس ده بيجي هنا بس بمعكوس الضرب، يبقى دي لوغاريتم س للاساس ال 2 والاثنين هتيجي هنا بنص، يبقى دي نص لوغاريتم س للاساس 2. ايه الكلام ده بيساوي 3؟ طبعا دي كانها 1 وده نص، 1 زائد نص اللي هو 1 ونص اللي هي 3 على ال 2، يبقى 3 على ال 2 لوغاريتم س للاساس 2. الكلام ده بيساوي 3. خلاص هتبدا تحل دي مفيش فيها ادنى مشكله خالص. هتعمل ايه يا باشمهندس؟ اقول لك سهله. بص هنا على 3 فيها الواحد، هنا على 3 فيها الواحد، يبقى انت وصلت ان نص لوغاريتم س بيساوي كام؟ بيساوي 1 يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا، اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2، الاثنين هتروح مع النص يبقى لوغاريتم س بيساوي 2. طيب دلوقتي احنا لوغاريتم 2 تمام، ده لوغاريتم س للاساس 2، ده لوغاريتم س للاساس 2، يبقى اذا اللي جوه اللي هو الس بيساوي ده اس ده اللي هو 2 اس 2 بيساوي 4. خلاص يبقى اذا الاجابه بتاعتي يا باشمهندس هي 4، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. تمام، دي طريقه سهله وبسيطه قوي. لو انت بقى عايز تشتغل مثلا بخاصيه تغيير الاساس فانت هتقول لي دي عباره عن لوغاريتم س على لوغاريتم 2 في، هنا هيبقى لوغاريتم س على زائد معذرة لوغاريتم 4 بيساوي 3. تمام قوي، الأربعة دي اللي هي 2 أس 2 والاتنين هتتضرب هنا، يبقى ده عبارة عن لوغاريتم س للأساس 2 زائد آدي لوغاريتم س للوغاريتم 2 يعني، وهنا 2 لو 2، الكلام ده بيساوي 3. تمام، تمام قوي. طب أعمل إيه يا باشمهندس؟ خلي بالك ان دي انت ممكن تكتبها كده لو س على لو 2 زائد نص لو س على لو 2 بيساوي 3. طيب لو س على لو 2 اللي هي لو س للاساس 2 زائد نص برضو لو س للاساس 2 بيساوي 3، وهتلاقيك وصلت للحل بتاعي. عشان كده بقول لك الخاصيه الثانيه سهله جدا جدا بامر الله. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 24 بيقول لي لو س للاساس 2 زائد لو س تربيع للاساس 2 بيساوي 6، فان الس بكام؟ لا اكتر من طريقه، ممكن اخد لو 2 واضرب العدد اللي جوه، او اللي انا شايفه سهل ان انا هنزل الاس ده بره كده، يعني دي لو س للاساس 2
الأس لما ينزل يبقى 2 له س للأساس 2 بيساوي 6. طبعا هنا 1 وهنا 2 يبقى 3 له س للأساس 2 بيساوي 6. هنا على 3 فعل 1 على 3 فعل 2 يبقى أنت وصلت له س للأساس 2 الكلام ده بيساوي 2. يبقى العدد اللي جوه اللي هو الس بيساوي ده أس ده اللي هو 2 أس 2 بيساوي 4. يبقى الإجابة ب هي الاختيار الصح. كان ممكن تقول لي إن دي له للأساس 2 وسين في سين بسين تكعيب، ما هو الجمع بتحول لضرب، الكلام ده بيساوي 6. وتقول لي إن اللي جوه اللي هو السين تكعيب هيساوي 2 أس 6 بيساوي ده أس ده. خد الجذر التكعيبي هنا وخد الجذر التكعيبي هنا، ده هيشيل لك الأس يبقى سين. طبعا آدي الأساس اللي هو 2 وبقول ده على ده من خواص الجذور، يبقى 6 على 3 فيها ال 2 و2 أس 2 برضه ب 4. الطريقتين صح بأمر الله ومفيش فيهم أدنى مشكلة فضل. تمام. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال رقم 25 بيقول لي لوغاريتم س تربيع ناقص لوغاريتم س الكلي تربيع. لا خلي بالك من دي، طبعا دي تفرق عندي. هنا أنا هزحلق الأس بره فيفضل لي 2 لو س. لوغاريتم س الكلي تربيع يعني التربيع على اللوغاريتم دي اللي أنا ممكن أكتبها كأنها لوغاريتم س في لوغاريتم س، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى من هنا أنا ممكن آخد اللوغاريتم س عامل مشترك، فأما أقسم ده على دي هيفضل 2 ناقص، لما أقسم ده على دي واحدة هتروح فيفضل لك لوغاريتم س، الكلام ده بيساوي صفر. يبقى يا إما الأول بيساوي صفر اللي هو لوغاريتم س بيساوي صفر. طبعا ده هنا كأن في 10، يبقى إذا السين اللي جوه بتساوي ده أس ده اللي هو 10 أس صفر بواحد، لأن ده لوغاريتم معتاد. يا إما 2 ناقص لو س بيساوي صفر، لو اديت دي الناحية التانية يبقى لو س بيساوي 2، طبعا هنا برضو 10، يبقى إذا السين بيساوي ده أس ده اللي هو 10 أس 2 اللي هي ب 100. يبقى إذا مجموعة الحل واحد ب 100. اتأكد من الواحد كده في مجهول في الأساس؟ لا يا باشمهندس، يبقى عادي جدا، يبقى بالنسبة لي الإجابة بتاعتي واحد ب 100 اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار جي. سؤال 26 بيقول لي مجموعة حل المعادلة دي لوغاريتم س للأساس 3 الكلي تربيع ناقص لوغاريتم س تكعيب للأساس 3 زائد 2. طيب لوغاريتم س للأساس 3 ودي لوغاريتم س للأساس 3، بتقول لي دي س تكعيب، أقول لك بس هي ال 3 دهيت بعد إذنك هنزحلقها بره هنا. يبقى دي كأنها لوغاريتم س للأساس 3 الكل تربيع ناقص 3 لوغاريتم س للأساس 3 زائد 2 بيساوي صفر. دي تتحل لأن ده ضعف ده. تمام. في ناس بتشيل لوغاريتم س للأساس 3 وتحط مكانه مثلا ص، يبقى ص تربيع ناقص 3 ص زائد ال 2، بس ملهاش لازمة. أنا هبدأ أفتح القوسين دول، آدي لوغاريتم س للأساس 3 وهنا برضو لوغاريتم س للأساس 3. الأخير موجب الإشارتين شبه اللي في النص سالب، عددين ضربهم 2 مجموعهم 3 يبقى 2 في 1. طبعا من الأولى دي هيبقى لوغاريتم س للأساس 3 هيساوي 2، ومن الثانية هيبقى لوغاريتم س للأساس 3 بيساوي 1. وديت السالب 2 وديت السالب 1. من هنا اللي جوه اللي هو السين هيساوي ده أس ده، و3 أس 2 ب 9. ومن هنا اللي هو السين هيساوي ده أس ده اللي هو 3 أس 1 ب 3. يبقى انا معايا السين ب 9 ومعايا السين ب 3، يبقى اذا 3 و 9 يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. تمام كده؟ تمام وزي الفل. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس، السؤال 27 بيقول ايه؟ بيقول لي انا عايز منك مجموعه حل المعادله لوغاريتم س للاساس 3 ناقص لوغاريتم 3 للاساس س بيساوي 1. خلي بالك دي معكوسه ودي معكوسه، خلاص يبقى خاصيه معكوسه ضرب، يعني انا ممكن اسيب دي لوغاريتم س للاساس 3 ناقص 2 في 1 على، ما هو اللوغاريتم لما ينزل المقام هبدل اللي جوه بالاساس، يعني س هنا كانت الاساس يبقى هي اللي جوه والثلاثه اللي تبقى هنا. ومعلش الواحد دوت دي الناحيه الثانيه يبقى ناقص 1 بيساوي صفر. طب انت عندك لوغاريتم س للاساس 3 في المقام، فاضرب المساله كلها في لوغاريتم س للاساس 3. لوغاريتم س للاساس 3 في لوغاريتم س للاساس 3 لوغاريتم س للاساس 3 الكل ايه؟ كل تربيع. طيب معلش اضرب السالب 1 في لوغاريتم س للاساس 3 يبقى سالب لوغاريتم س للاساس 3. طب اضرب دي في دي فخلي بالك دي هتروح مع دي فيفضل لك سالب 2. انا عملتها كده بس عشان تبقى مترتبه، فطبعا دي معادله تربيعيه يا باشمهندس، نفس الفكره بتاع المساله اللي فاتت. هبدا احللها، فادي لوغاريتم س للاساس 3 وادي لوغاريتم س للاساس 3، الاخير سالب، واحده موجب واحده سالب، عددين ضربهم 2 الفرق 1 يبقى 2 في 1، والكبير شبه اللي في النص يبقى هنا 2 وهنا ايه؟ 1. من الاولى دي ان لوغاريتم س للاساس 3 هيساوي سالب 1،
ومن التانية إن لوغاريتم س للأساس 3 هيساوي موجب 2. من هنا اللي جوه اللي هو السين هيساوي ده أس ده اللي هو 3 أس سالب 1 اللي هو تلت، ومن هنا اللي جوه اللي هو السين هيساوي ده أس ده اللي هو 3 أس 2 بتسعة. يبقى إذا مجموعة الحل تلت وتسعة أو تسعة وتلت، يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو الاختيار إيه الصح. مسألة مهمة جدا جدا يا باشمهندس. طيب رقم 28 بيقول لي إذا كان س أس له س تربيع للأساس س بيساوي له 16 للأساس 2، دي خاصية. قلنا ده س مرفوع على اللوغاريتم أساسه س، لما يبقى ده شبه ده بيبقى ده الناتج. يبقى إذا الناتج هنا اللي هو س تربيع بتساوي آدي لوغاريتم أساسه 2. وإيه رأيك ال 16 دي نخليها 2 أس 4؟ كلام جميل جدا. اللوغاريتم هيزحلق العدد فدي هتنزل هنا، يبقى إذا س تربيع بيساوي 4 لو 2 للأساس 2. ما أنا عارف إن لما العدد اللي جوه بيساوي اللي تحت الناتج بواحد، يبقى أنت وصلت إن س تربيع بتساوي 4. هاخد هنا جذر وهاخد هنا جذر، الجذر هيشيل لك الأس، يبقى س الأس زوج موجب وسالب وجذر ال 4 2. في اللوغاريتمات بعد ما بنجيب الناتج بنقف وقف. الس أنت عارف لو كانت الس تربيع بس وفي هنا عدد كنت أنا خدت الموجب والسالب، تمام؟ إنما هنا المشكلة في الأساس، ده أساسه س والأساس ده بينتم لحاء الموجب مع ده الواحد، يعني ما ينفعش أصلا يساوي عدد سالب، يبقى إذا الس بتساوي 2 فقط. يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار أ هو الاختيار الصح، تمام كده؟ الناس اللي مش واخدة بالها من الخاصية دي وقلناها كتير جدا جدا، أنا معايا الوقت س والسلو س تربيع للأساس س، لو أنا قلت الكلام ده بيساوي ص، تمام؟ أنا الوقت يا باشمهندس هعمل إيه؟ أنا ممكن أحولها لدالة لوغاريتمية أو ممكن أحولها للطريقة اللي إحنا متعودين عليها، إحنا عارفين إن الأس أهو بيبقى بره، يعني دي كأنها له س تربيع للأساس س، وباخد هنا لوغاريتم لنفس الأساس اللي هو س اللي هو ص. مش أنا الوقت لو دي جاية لي في مسألة فأنا هقول إن ده أس ده اللي هو س أس لوغاريتم س تربيع للأساس س بيساوي اللي جوه اللي هو ص، تمام. ده لوغاريتم بيساوي لوغاريتم، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه، يبقى أنت وصلت إن الص بتساوي س تربيع. الصاد خلي بالك اللي هي الناتج، وصلت انها بتساوي س تربيع. طب ما انا قلت لك الناتج هنا س تربيع، فالخاصيه دي بتتعمل كده، ولكن انا قلتها لك لما يبقى ده شبه ده يبقى الناتج ده، ودي خاصيه مهمه جدا جدا. السؤال 29 يا باشمهندس بيقول لي اي العبارات الاتيه صحيحه؟ لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 3 بيساوي لوغاريتم 6. طيب ادي لوغاريتم والجمع اتحول لضرب، يبقى 3 في 3 ب 9، يبقى المفروض دي بلوغاريتم 9 مش لوغاريتم 6، فدي غلط. طيب 1 ناقص لوغاريتم 5 بيساوي 2. طيب الواحد ده لو انا حولته للوغاريتم المعتاد فهو لوغاريتم 10، لان هنا كان الاساس 10، ناقص لوغاريتم 5 بيساوي، والله يا باشمهندس في اللوغاريتمات باخد اللوغاريتم والطرح بيتحول لاسم، يعني 10 على 5 فقال 2، فالمفروض يساوي لوغاريتم 2 مش 2، فطبعا دي غلط. طيب لوغاريتم 2 في لوغاريتم 2 بيساوي لوغاريتم 4، انا ما عنديش خاصيه للضرب. طب انا دلوقتي يا باشمهندس اعرف ان هي صح ازاي؟ بالاله بقى، ما فيش حل ان انا اجرب، يعني هعمل لوج 2 في لوج 2 فتطلع 9 من 100. طيب لوج 4 طلع ب 6 من 10، فطبعا الطرفين مش متساويين فده غلط، تمام. يبقى هي اكيد دال، وركز معايا بقى، بيقول لي لوغاريتم 1 زائد 2 زائد 3 بيساوي لوغاريتم 1 زائد لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 3. ركز معايا، اوعى تقول لي ان هو وزع على الجمع، لا الكلام ده مش مظبوط، تمام، وهقول لك ليه دلوقتي. هي ده عبارة عن لو 1 زائد 2 3 زائد 3 6. طيب اللي أنا ممكن أكتبها لو الستة دي عبارة عن 1 في 2 في 3، وعارفين إن الضرب جوه اللوغاريتم بيتحول لجمع، يبقى ده لوغاريتم 1 زائد لوغاريتم 2 زائد لوغاريتم 3. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. بمعنى أنت لو جالك لوغاريتم 12 مثلا، تمام، فلوغاريتم 12 اللي هو لوغاريتم 3 في 4 اللي هو عبارة عن لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4. ده مش معناه إن أنا أقول لك لوغاريتم ال 12 دي مثلا يعني 2 زائد 6 أدي 8 زائد 4، فدي ما ينفعش تقول لي إن دي له 2 زائد له 6 زائد له 4، ما مفيش خاصية للجمع هنا، هو بيلخبطك إن جايب لك الأرقام دي، فخلي بالك من دي، فطبعا دي غلط منعا باتا، يبقى فعلا الاختيار ده هو الاختيار الصح. رقم 30 بيقول لي إذا كان س بيساوي جذر ص ع فهو عايز لوغاريتم ص، تمام. أولاً أنا أقول له بتربيع الطرفين هربع دي وربع دي، يبقى أنا معايا الس تربيع، طبعاً التربيع هيشيل الجذر فيفضل لي ص ع. طيب أنت الوقت عايز توصل للص، ماشي اقسم هنا على ع واقسم هنا على ع،
فده هتروح، يبقى انت وصلت ان الصاب بتساوي س تربيع على ع باخذ اللوغاريتم المعتاد للطرفين، يعني لوغاريتم هنا ولوغاريتم هنا، يبقى انت وصلت ان لوغاريتم ص بيساوي، طبعا القسمه في اللوغاريتمات بتتحول لايه؟ لطرح، يبقى دي لوغاريتم س تربيع ناقص لوغاريتم ع. طب دي موجوده يا باشمهندس؟ طبعا لوغاريتم س تربيع ناقص لوغاريتم ع مش موجوده. طيب فانا هطرد الاس ده بره، يبقى دي بتساوي 2 لو س ناقص لو ع. يبقى اذا الاجابه بتاعتي الصح 2 لو س ناقص اللو ع، يعني بالنسبه لي الاختيار ك. واحد كده مش واخد باله هيقول لي ما الاولى صح يا باشمهندس، لا ركز معايا، انت وصلت ان لوغاريتم ص بيساوي لوغاريتم س تربيع على ع. لو انت عايز تستخدم خاصيه التيار الاساسي يبقى دي لوغاريتم س تربيع على ع على لوغاريتم الاساس، ما هو هنا كان 10 يبقى لوغاريتم 10 خلاص، فدي الصح بتاعها تمام قوي. طب 2 لوغاريتم س على لوغاريتم ع نفس الفكره، انت عندك س تربيع على ع ما ينفعش تطرد الاس هنا بره وتاخد دي على دي، فدي برضو غلط. طب دي 2 لو س ناقص 2 لو ع، لا هي 2 لو س ناقص لو ع واحده بس، يبقى فعلا الاختيار ج هو الاختيار الصح. خلي بالك من الحاجات البسيطه دي لان بتغلط ناس كتير. 31 بيقول لي اذا كان لوغاريتم 23 لوغاريتم معتاد طبعا بيساوي 1000، فان لوغاريتم 2300. النوع ده من المسائل سهل جدا، انت معاك ادي لوغاريتم ال 2300 دي اللي هي عباره عن 23 في 100. طيب الضرب جوه اللوغاريتم بتحول لجمع، يعني ده ممكن اقول لوغاريتم 23 زائد لوغاريتم 100. انت اصلا معاك ان لوغاريتم 23 ب 1000 زائد لوغاريتم 100 اللي هو 10 اس 2، وقلنا دي بتتضرب بره يبقى دي 2 لو 10، وانا عارف ان لو 10 ب 1 يبقى 2 في 1 ب 2، او اعملها على الاله فلو 100 دي ب 2، يبقى اذا الناتج اللي هو عايزه ا زائد ال 2، يعني بالنسبه لي الاختيار ا هو الاختيار ايه الصح، يبقى انت بتحل بدلاله حاجه ثانيه. رقم 32 بيقول لي اذا كان لوغاريتم 5 للاساس 3 بيساوي ألف، فان لو 5 على لو 5 للاساس 15، برضو كل همك ان انت توصل للو 5 للاساس 3، ما هو ما يجيب لك مساله بالشكل ده يبقى انت عايز توصل لها يا باشمهندس. طيب لو انا استخدمت خاصيه تغيير الاساس هنا، فانا ممكن اقول ان دي لو 5 للاساس 3 على لو 15 للاساس 3، بتعمل ايه يا باشمهندس؟ خاصيه تغيير الاساس مش المفروض يا باشمهندس اقول لو 5 على لو 15، بص اسمها تغيير الاساس، يعني انت بتغير الاساس بمزاجك، فاحنا بناخد لوغاريتم معتاد لان معظم المسائل بفعل لوغاريتم معتاد، انما انا عايز اوصل للوغاريتم اساسه 3 فعشان كده خدت 3. تمام انا فهمتك، يبقى دي بتساوي لوغاريتم 5 للاساس 3. طب ما انا عارف ان ال 15 دي 3 في 5، طب ما هو الضرب جوه اللوغاريتم بتحول لجمع، يعني ممكن اكتبها لوغاريتم 3 للاساس 3 زائد لوغاريتم 5 للاساس 3، صح كده؟ كلام عظيم جدا. انت معاك ان لوغاريتم 5 للاساس 3 ب 1000، ولوغاريتم 3 للاساس 3 اللي جوه بيساوي لتحت يبقى 1، ولوغاريتم 5 للاساس 3 ب 1000، يبقى انت وصلت ان الناتج هو الف على الف زائد الواحد او واحد زائد الالف، يعني بالنسبه لي الاختيار الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار ده. طيب 33 بيقول لي لوغاريتم 3 بيساوي س، لوغاريتم 4 بيساوي ص، فان لوغاريتم 12 بيلعب معاك. ليه؟ لان ادي لوغاريتم ال 12 دي اللي هي 3 في 4، والضرب جوه اللوغاريتم بتحول لجمع، يبقى ده عباره عن لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4. طب ما انت معاك لوغاريتم 3 ب س ولوغاريتم 4 ب ص، يبقى اذا الناتج س زائد ص، س زائد ص بس، يعني بالنسبه لي الاختيار ا هو الاختيار ايه؟ الصح. 34 بيقول لي ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ا، ماشي. نبدا نرسم. ادي مثلث قائم في ا، وادي ال ب وادي الج يا عم. بيقول لك الالف ب بلوغاريتم 3 للاساس 4، والالف ج بلوغاريتم 64 للاساس 3، عايز مني مساحه المثلث الف ب ج، مساحه المثلث بيساوي نص القاعده اللي هي الالف ج في الارتفاع اللي هو الف ب، يعني المفروض هتساوي نص في الالف ج اللي هو لوغاريتم 64 للاساس 3 في الالف ب اللي هو لوغاريتم 3 للاساس 4. هتصرف فيها ازاي؟ اقول لك بسهوله قوي. ادي النص. وادي يا باشمهندس لوغاريتم ال 64 دي اللي هي 4 اس 3، صح؟ تعالى نتاكد كده. 4 اس 3 ب 64. فانا ممكن دي اعملها 4 اس 3 في هنا لوغاريتم 3 للاساس 4. من خواص اللوغاريتمات ان هو عايز احلق العدد ده هنا بره. يبقى دي بالنسبه لي ادي نص اتضربت في 3 في هيفضل لك لوغاريتم طبعا هنا اساس 3،
هيفضل لك لوغاريتم 4 للأساس 3 في لوغاريتم 3 للأساس 4. ارجع كده لأول الحصة، دي 4 ودي 3، دي 3 ودي 4، قلنا لما يبقى الاتنين دول مبدلين ودون في بعض فنتيجهم بواحد، يبقى ده نص في 3 اللي هي 3 على الاتنين، و3 على الاتنين اللي هي 1.5، يبقى المساحة 1.5. أو لو أنت منتش واخد بالك استخدم خاصية تغيير الأساس، نص في 3 اللي هو 3 على الاتنين. لوغاريتم 4 على أساس 3 اللي هو لوغاريتم 4 على لوغاريتم 3، ولوغاريتم 3 على أساس 4 اللي هو لوغاريتم 3 على لوغاريتم 4، عشان دي مع دي ودي مع دي، هتطلع برضه معاك نفس الإجابة بأمر الله. السؤال بعد كده يا باشمهندس، السؤال 35 بيقول لي إذا كان لوغاريتم س على لوغاريتم 5 اللي أنا ممكن أكتبه لوغاريتم س للأساس 5 من خاصية تغيير الأساس، هيساوي لوغاريتم 36 على لوغاريتم 6 اللي أنا ممكن أكتبه لوغاريتم 36 للأساس 6، هيساوي لوغاريتم 64 على لوغاريتم ص اللي أنا ممكن أكتبها لوغاريتم 64 للأساس ص. طبعا الجميلة بتاعتك المعلومة اللي هي دي، تمام؟ طب ما تيجي نحسبها، أدي لوغاريتم ال 36 اللي هي 6 أس 2 للأساس 6، أزحلق دي بره، يبقى دي 2 لو 6 للأساس 6، طبعا دي بواحد يبقى 2 في 1 ب 2، يبقى الجميلة دي ب 2. يبقى أنت وصلت إن لوغاريتم س للأساس 5 بتساوي 2، ووصلت إن لوغاريتم 64 للأساس ص برضه بيساوي 2. طب هنا اللي جوه اللي هو الس بيساوي ده أس ده اللي هو 5 أس 2 25، طب اللي جوه هنا اللي هو ال 64 بيساوي ده أس ده اللي هو ص تربيع. خد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر يشيل لك الأس، يبقى إذا الصاد بتساوي موجب أو سالب لأن الأس زوجه جذر 64 ب 8. بس ملي عينك، العدد اللي هنا أو الأساس بينتمي لحائل الموجب ما عدا الواحد، يبقى السالب مرفوض، يبقى إذا الصاد ب 8 فقط، يبقى الصاد بكام؟ ب 8. هو عايز منك س زائد ص، الس ب 25 والص ب 8، يبقى 25 زائد 8 اللي هي 33. يعني بالنسبة لي الاختيار ده هو الاختيار ايه الصح معانا يا باشمهندس. يبقى احنا كده برضو خلصنا الجزء ده، خلاص اهو هانيت يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال 36، وتعالى نشوف بيقول لك ايه. بيقول لي اذا كان لام وميم هما جذرا المعادلة دي حيث قيمة المقدار. طب تعالى شوف بس المقدار هو عايزه ايه الاول. ده لوغاريتم لام للاساس ميم لوغاريتم ميم للاساس 2. طيب الوقت يا باشمهندس ده لوغاريتم 2 لوغاريتم 2، فانا ممكن اخد لوغاريتم 2 والجمع بتحول لضرب، يبقى دي لام في ميم. هي ايه لام في ميم؟ ده حصل ضرب الجذرين. تعالى افكرك كده بمعلومه من اولى ثانوي مهمه قوي قوي. اول حاجه انا عارف ان لام زائد الميم بتساوي مجموع الجذرين، ولام ميم بيساوي مجموع الجذرين سالب معامل س، يعني العدد اللي هنا سالب 16 بغير اشارته يبقى 16، على معامل السين تربيع اللي هو 3. طب لام في ميم حصل الضرب بيساوي الحد المطلق اللي هو 12 على معامل سين تربيع اللي هو 3، 12 على 3 فاضل 4. يعني ده كانه عايز منك لوغاريتم اساسه 2 ولام في ميم ب 4. طيب ادي لوغاريتم الاربعه دي اللي هي 2 اس 2 وادي ال 2. طبعا لوغاريتم بيزحلق دي، يبقى دي 2 لو 2 للاساس 2، طبعا اللي جوه بيساوي 3 يبقى الناتج 1، يبقى الكلام ده هو ب2. يبقى اذا قيمه المقدار ده ب2، يبقى بالنسبه لي الاختيار ا هو الاختيار ايه الصح. 37 يا باشمهندس بيقول لي اذا كان لام وميم هما جذرا المعادله دي، وكان لام زائد ميم على لام ميم بيساوي ثلث. نفس الفكره يا باشمهندس، انت معاك معادله اسمها س تربيع زائد، هات لي لوغاريتم ا للاساس 3 هنا في الاول وادي السي، وهات لي 9 هنا يبقى ناقص 9 بيساوي صفر. اتفقت معاك ان لام زائد ميم اللي هو مجموع الجذرين، باخد العدد اللي قبل السين اغير اشارته، يبقى سالب لوغاريتم ا للاساس 3 على معامل السين تربيع اللي هو 1، يبقى طلعت سالب لوغاريتم ا للاساس 3. طب لام في ميم حصل الضرب بيساوي الحد المطلق اللي هو سالب 9 على معامل السين تربيع اللي هو 1، يبقى الكلام ده هو سالب 9. فبيقول لك لام زائد ميم اللي هي سالب لوغاريتم ا للاساس 3 على لام في ميم اللي هي سالب 9، الكلام ده هو بيساوي ثلث. هشيل السالب مع السالب، وهنا على التلاتة فعل واحد، على التلاتة فعل تلاتة. طالما الناتج واحد يبقى البسط بيساوي المقام، يبقى لوغاريتم أ للأساس تلاتة، الكلام ده بيساوي تلاتة. طب العدد اللي جوه اللي هو أ بيساوي ده أس ده اللي هي تلاتة أس تلاتة، تلاتة أس تلاتة ب27، يعني الاختيار ج هو الاختيار إيه الصح. برضه سؤال جميل جدا وسهل وبسيط بأمر الله. السؤال 38 بيقول أنا عايز منك مجموعة حل المعادلة دي، تمام؟ ادي لوغاريتم س زائد 5 للاساس ب، ادي لوغاريتم س زائد 5 للاساس ب بيساوي، طبعا ده ب وده ب، فممكن من الخواص ادي لوغاريتم ب واخد
الجمع بتحوله ضرب، يبقى س في 5 في 5 س. ده لوغاريتم اساسه ب، ده لوغاريتم اساسه ب، يبقى اللي جوه بيساوي اللي جوه. يعني س زائد ال 5 بتساوي 5 س. هات الس هنا، يبقى 5 س ناقص س اللي هي 4 س بيساوي 5. هقسم هنا على 4 وهنا على 4، يبقى اذا الس بيساوي 5 على 4. يبقى اذا مجموعه الحل بتاعتي هنا يا باشمهندس 5 على ال 4، يعني بالنسبه لي الاختيار د هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال بعد كده يا باشمهندس، السؤال 39 بيقول انا عايز منك محيط الشكل المقابل او حاضر من عينيا. الشكل ده مستطيل، عرفت منين؟ كل الزوايا قايمه والضلعين دول مش قد بعض. لو الضلعين دول كانوا قد بعض كان يبقى مربع، انما دول مش قد بعض، يبقى اذا الشكل ده مستطيل. طيب انت عايز المحيط، طيب محيط المستطيل الطول زائد العرض للكل في 2، يعني 2. هاخد مثلا ان ده الطول او ده العرض ايا كان، ادي لوغاريتم 8 الاساس 6 زائد ده لوغاريتم 27 للاساس 6. يبقى انا كده عملت ايه؟ 2 في الطول زائد العرض. طيب ده عباره عن الاثنين اهي، ركز معايا. ال 8 دي اللي هي 2 اس 3، يبقى دي لوغاريتم 2 اس 3 للاساس 2 زائد إيه الاساس 6، معذره دي 6. لوغاريتم 27، ال 27 دي اللي هي 3 اس 3 للاساس 6 برضه. جميل جدا، ادي الاثنين. طبعا ال 3 دي هتتزحلق هنا، يبقى دي 3 لوج 2 للاساس 6 زائد 3 دي برضه هتتزحلق هنا، يبقى دي 3 لوج 3 للاساس 6. لو انا خدت ال 3 عامل مشترك من القوس، يبقى دي 2 في 3، كان دي راحت ودي لا. فيفضل لك لو 2 للاساس 6 زائد لو 3 للاساس 6. طبعا 2 في 3 ب 6، تمام، في ادي لوغاريتم اساسه 6. الجمع اتحول لضرب، يبقى 2 في 3 ب 6. طب ما لو 6 الاساس 6 ب 1، يبقى 6 في 1 ب 6، يبقى اذا المحيط ب 6، ويبقى بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه؟ الصح. سؤال 40 يا باشمهندس والاخير معانا، بيقول لي لوغاريتم جتا سيتا زائد لوغاريتم قوس. طبعا ده لوغاريتم معتاد، فانا هاخد نفس اللوغاريتم والجمع بتحول لضرب، يبقى ده لوغاريتم جتا سيتا مضروبه في القوس سيتا. يعني ادي لوغاريتم وادي الجتا سيتا، وانا عارف ان القوس سيتا اللي هي 1 على الجتا سيتا. طبعا الجتا سيتا هتروح مع الجتا سيتا، فيفضل لك لوغاريتم معتاد للاساس 1. قلنا لما سوري لوغاريتم 1 للاساس 10 او لوغاريتم معتاد للواحد، فهنا لوغاريتم الواحد احنا عارفين ان هو بيساوي صفر يا باشمهندس، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص دي كده يا باشمهندس نهايه تمارين الاخطر بالكامل على الدرس الاخير معانا في فرع الجبر اللي هو خواص اللوغاريتمات. ان شاء الله زي ما احنا متعودين هنزل لك الاسئله المقاليه، الاسئله المقاليه هتبقى طويله جدا بس فيها افكار روعه الروعه وافكار مختلفه صدقني، ومسائل فيها شغل جميل جدا جدا، انصحك ان انت تشوفها. انزل لك المقالي باذن الله، حاول انزل لك المستويات العليا، وانزل لك الاختبار التراكمي. زي ما قلت لك اول ما انزل الاختبار التراكمي يبقى احنا خلصنا فرع البحث بالكامل، ممكن نبتدي في حل امتحانات ومفيش مشكله مع اخر درس بقى في الفراغيه اللي هو الدائره، لان يعني درس الدائره برده طويل جدا والمقالي بتاعه طويل جدا جدا، الاختبار اصلا بتاعه طويل جدا ولسه جزء التلخيص بتاعه، فهنعمل فيه شغل محترم بامر الله ونبدا نخلص منهجنا على خير بفضل الله عشان نبتدي في المراجعه النهائيه. كده وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.